تتوالى الجمعات وتتغير المطالب حسب الأحداث التي طرأت في الأسبوع، خاصة بعد الاعتقالات الأخيرة لعدة شخصيات اتهمت بقضايا فساد، حيث طالب المتظاهرون القضاء باعتقالات أوسع. الشيء اللي يديروا فيه اليوم تعيينات، إنهاء مهام، عدالة ما عدالة، هذا ما يخصنا لا عن قريب ولا عن بعيد. الشعب الجزائري عنده طريق واحدة تروح العصابة تقتلع من جذورها بأكملها. اللي دار يخلص، نحبوا العدالة تحكم بالحق، ما تجيش يخرج لي ويقول لك هكذا، ديرها لي هكذا، ديرها لي تاع الصح. ما يجيش كي الخنا يجيبوا لي بيغ اي بول باش يديروا لي لا بودغ دون لي زيو. مو جو نون فو با دو سان، احنا سكون فو سي العداله. لا رجوع حتى تتحقق جميع المطالب هي اهم الشعارات التي رفعت في الجمعه العاشره، وتاتي المظاهرات اليوم ضمن ما حققته العداله الى حد الان. ما قلناش المحاسبات، ما قلناش المحاسبات، شعب راه يقول لو سيستم برا يروحوا كاع. نحينا هاد العصابه اللي راهم يحكموا، والعدالة خلي العدالة تخدم وحدها. لا زال شعار تتنحى وقع من بين أهم الشعارات التي ترفع في كل الجمعات، شعار أعطى للمسيرات منعرجا جديدا لا رجعة فيه حتى يتنحى وقع، يقول الشعب الجزائري. هكذا كانت الأجواء من الجمعة العاشرة على التوالي، حيث ما زال الجزائريون يأملون أن يبنوا دولة الحق والقانون، وما زالوا يطالبون برحيل كل رموز الفساد من الجزائر. كانت معكم أميرة بن جدة من قناة الحياة الجزائرية.